تحضيراً لارتباطاته المقبلة، يواصل المارد الأحمر تدريباته اليومية والتي سيفتتحها أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا حامل لقبه. يخوض الأهلي تدريباته الحالية دون لاعبيه الدوليين بسبب حصولهم على راحة إضافية، فيما يتواجد الجنوب إفريقي إليو ديانغ مع منتخب بلاده في أمم إفريقيا الحالية. الجهاز الفني عقد محاضرة فيديو مع اللاعبين أعقابها اجتماع قصير بحضور خالد بيبو مدير الكرة، وبدأ الميران بتدريب بدني مطول شارك فيه جميع اللاعبين، فيما قاد ميشيل يانكو المدرب حراس المرمى الرباعي مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وحازم جمال في ميران منفرد، شهد التركيز على تحركات الحراس والتصويب من زوايا مختلفة. ليختتم مارسيل كولر المدير الفني للفريق فقرات الميران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق، وحرص خلالها على تنفيذ بعض التعليمات والجمل الفنية التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ كافة الجوانب الخططية. كما واصل أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما على هامش الميران لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة الجماعية من خلال أداء بعض الفقرات ضمن البرنامج الخاص بهما تحت إشراف الجهاز الطبي، فيما أدى علي معلول جلسة في الجيم على هامش ميران الفريق بعد تعرضه لنزلة برد على أن ينتظم في التدريبات الجماعية عقب تحسن حالته. من جهته أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم عن تعاقد القلعة الحمراء مع محمود الزنفلي حارس مرمى فريق الداخلية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية الشراء، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال البطولات التي سيشارك فيها المارد الأحمر، وعينه على الحفاظ على ألقابه التي سطرها الموسم الماضي.